ما كاينش حسن المغربيه اللي تتلبس القفطان، واللي بغى يضحك فيه الناس خليه يضحكوا فيه الناس يتفرجوا. كما قلت في واحد الفتره اللي نحنا خصنا الناس يعرفوا بان القفطان قفطان مغربي، والمغرب ارض القفطان، القفطان ديالنا وحنا ديال القفطان. فوالا. الجزائر تنتغيت، قاعدين يستشفوا فينا. الجزائر تقاوم، الجزائر قاومت الاستعمار، الجزائر قويه، الجزائر راح تقاوم ولا داري. ايه جزائر قويه. شي وحده شي باسكو تي مايو، شوف معايا شي وحده هذيك الغوليه قالت لك دايره راسها مغربيه باش تشوهنا. دي ماروك اتو جو تو مونت magnifique le maillot du Maroc te va à merveille. J'aime bien, j'aime bien le short et surtout quand tu tournes sur toi, je trouve qu'il est magnifique sur toi le maillot du Maroc. Ouais, chef-tick. Oh, t'es d'accord. Zara. Ça va? Ça va, impeccable. Écoute, on est content de te recevoir. Alors, d'accord. Écoute, je te laisse te présenter. Donc, ton prénom. Je m'appelle Zara, j'ai 20 ans, j'habite à Montpellier. Je travaille dans une boutique de luxe. Ah, bah oui, j'imagine. Et dis-moi, au fait, tu es de quelle origine? Je suis algérienne. Algérienne, oui. D'accord. Ami. بغيت لك عايل عليه مومن. بغيت لك العادر. وعايل القادوس. وطيطة. وبغيت لي جامات الأخرى ديالك إن شاء الله تدق زيها في السنترال تاع قليطة. ما نضيعوش وقت كبير على بحال هذا الشيء، فقط وريتكم في عائلهم هكا تيديروا. فين ما مشاو شوها وتيتحوا. السلام عليكم خاوتي. رجعوا عاد شد الدويرة للجزائر. الجزائر بلاص ميبان اللي مقابليننا ودايرين تيخلصوا الزبابه الفلوس باش يهاجموا المغرب وباش يقلبوا ديما على تقسيم المغرب اللي ان شاء الله ما تكون في ديهم، ولكن هكاك دايرين وما بغاوش. شوف تخيلوا معايا ما بغاوش يتيوا في المشاكل الداخليه ديالهم. شوف هذا الفقيه مسكين فقيه أقولك وإياك تتكلم على غلاء المعيشة، واحد الفقيه يهضر على غلاء المعيشة، شوف أش داروا ليه. راني في ولاية مستغانم، راني مع عمي بن عودة غاني عن التعريف، معروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمي بن عودة غلط، وراني طالب إن شاء الله بربي من الدولة تسمح له، وراه مريض، راني تلاقيت به اليوم رانا في مصطلن، قال لك إن شاء الله بربي ما زيدش الغلطة اللي صرات ما زيدش تعاود عمي بن عودة. لا أنا عندي موضوع تعيفين، قال الله قال الرسول قال الصحابة. انا غيدي فيت غلطه بركاته، وليت نهضر على البطاطا، وليت نهضر على الزيت، انا اش دخلني في هاد الصوالح؟ انا تغلى ولا ما تغلاش؟ ولا انا كالي الحوايج يغلوا، لابس لابس، القهوه تغلى، انا شاربها، انا اش دخلني في هاد الصوالح؟ ناظر وحدي ما ناظرش روحي. وعندنا ثقه في هاد الدوله وان شاء الله بربي. عمي بن عوده راهو كبير وراهو مريض، راهو داير لا سونت خاوتي، يدعو له ربي يشافيه. انا واحد من الناس من المتابعين تاعو، هو قبلي في تيك توك وعنده محتوى تاع دين، ربي يحفظه ويستره. احنا عندنا ثقه في العداله تاعنا وان شاء الله بربي العداله تاخذ مجراها، وطلبوا لها ربي يشافيه، مسكين راه مريض في صحته. وانا تلاقيت به لنا راني عند دار الشرع. الله يجعل ربي يخفف عليك عمي بن عوده، والله يجعل ربي يحفظك ان شاء الله، والله يحفظكم ويسترك. وراني ب 22 عام مريض، والله 22 عام راني بلاصون، انا عندي ربعه تاع العمليات وما زادت لي الخامسه، راهي في كل شيء بلاصون، والله على جال لاصون زعما كانوا باغي يدخلوني. شافوا فينا احنا بعين الاعتبار، والحمد لله شفقوا علينا. ادعوا له ربي خاوتي الله يفرج عليه. والله ادعوا لي ربي ان شاء الله. شوف انا بنوصل ميساج للدوله، انا بنوصل ميساج للدوله، هو غلط انا راني معاكم، بس عشيله راه مستعرف، قال لك انا غلطت، قال لك نعتذر. الله يجعل ربي يخفف عليه عمي بن عوده، نبغيه هنايا، والله يجعل ربي يحفظك ويسترك، والله يحفظكم خاوتي. لا اله الا الله، واحد مسكين فقيه عبر عن غلاء المعيشه. شوف فين وصل، شوف واش كانوا بيتيو الحاج ده ولا يطلب والو. قال لك ما باقي نقول والو، ما باقي نهضر على حتى حاجه، راني مريض، كانوا بيقدروا بيعتقلوه. هذا الشيء لا اله الا الله، لا اله الا انتم بدات تشوفوا المشاكل الداخليه والسياسه الداخليه. القت فرقه
هاد العصابة عندهم كومي. مكافحة الجرائم السبرانية بأمن مدينة الشلف الجزائرية القبض على عصابة مكونة من أفراد عائلة واحدة بتهمة سرقة المهر. يعتمد مبدأ العمل لهذه العصابة العائلية على عرض ابنتهم للزواج على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد وقوع تعيس الحظ في الفخ يأخذون منه الهدايا والأموال التي يقدمها الخاطب لخطيبته عادة، حتى يصلون إلى النقطة الأهم وهي المهر. فبمجرد أن تصبح أموال المهر معهم تغير العائلة عنوان السكن وأرقام الهواتف وتختفي عن الأنظار لفترة، ثم تعود لتكرار العملية ذاتها في منطقة أخرى. بعد تلقي 5 بلاغات حول تعرض شبان للخداع سرقة أموالهم، أعلنت الشرطة إلقاء القبض على أفراد العصابة وأصدرت بيانا قالت فيه إن العائلة تتبع أسلوب النشر والتعليق في مجموعات للزواج على مواقع التواصل مستعملة أسماء وصورا وهمية لاستدراج الضحايا. الله، شفتوا معايا العائلة اشتدتر عندهم المشاكل الداخلية جل. وشوفوا الناس تيصرفوا زبالة الفلوس باش على قبل البوليزاري ونايزين دابا على قبل جمهورية الريف الوهمية ديالهم. شوف البلاد كي دايرة، البلاد قهوية، البلاد كلها قهوية. مكتوب ليها ان شاء الله، هذه من عند الاله ماهيش من عند العبد. جلفة كاتب ليها ان شاء الله الله عز وجل باش تكون من اكبر العواصم، من اكبر العواصم. الو بزاف هاديك تنال درايه في واحد المركز صغير هكا. الحمد لله. وراك الو الو كيف راح يجي هكا؟ ما درت على واحد درايه ما درت. وراك الو الو وراك الو الو مشاكل الداخليه ديالهم ما تتسالاش والو، مقابلين المغرب. واحد التيران هكا، واحد التيران قال لك شاهد كيف، قال لك يتم الولوج الى ملعب تيزي وزو. قال لك هضروا دارك اللي كنتو تضحكوا على الملعب ديال ادرار. هضروا دروك. شتي كيفاش تيمشيو للملعب نتاع تيزي وزو؟ هضر 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 حامي عارف حامي عارف هضر 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 لا هضر هضر سي بون. هو نعتذر على انقطاع الصوت والصوره تاع الراجل هذا. تخيلوا معايا، هذا هو البلد اللي دار على المغرب الفيزا، في حين الصين وما أدراك ما الصين تستعد أنها تحيد الفيزا للمغرب. الصين وهادو داروا لنا الفيزا، غارقين مشاكل داخلية. الو هاكا المعبر الحدودي قال لك بين الجزائر الجنوبية والجزائر الشمالية، هذا قال لك هذا طريق سير نورمالمون طريق سير، ولكن لا فرقوا الجوقة. الله اكبر شمس العاجية في التاريخ البشري هي هاد تيندوف اللي مشات لهم. الجمهورية الصحراوية في وسط تيندوف دايرين لهم جمهورية كاملة في وسط بلادهم. هما اللي بغاوهم راه هما معاهم حاجة عادية. طيب بداو الفخ طاحوا فيه. وراك الو الشعب مصدوم لانه وجد انه مصنع فيات هذا اللي في وهران وجدوا انه قطع الغيار، قطع الغيار المستعمله في تركيب وليس صناعات، لانه مصنع فيات في وهران لا يصنع السيارات، يركب مازلنا في نفخ العجله والتركيب. قطع الغيار مين جايه؟ جايه من فرنسا؟ لا من الطليان؟ لا من المغرب. جايه من المغرب مروك بالصوره ميد ان ماروك. قطع الغيار بما فيها لي فار بما فيها الكونكريت روفيزور كذا كذا مصنوعه في المروك مع تجربه من المروك ركبوهم هنا ويقول لك صناعه جزائريه. هل يعرف الرئيس تبون ان قطع غيار سيارات فيات جايه من المروك؟ هل يعرف الرئيس تبون
أن قطع الغيار المستعملة في تركيب سيارات فيات بمصنع وهران جاية من وهي تعرف تعرف وما يشاورهم ها يا سيدي سدوا شدوا لنا الاخر تاعكم هذا سيدي انا خلاص انا ها هاي هات الوقت نعم تبون راهو مهمش الاطارات مسكر عليهم وما يسمع لهمش وما يشاورهمش انا نقول لك خلاص شد سابعك ما تزيدش تهضر خلاص سيرف حاكس الطعسينه بالك عليا انت ولا دبوني نضا سيدي بيان سيغ هما ما تيهضروا على والو ما تيقولوش هما تيقبلوا غير المروك في سميتو في البرامج وفي التلفازات ديالهم بحال دابا تخيلوا معايا طاحت واحد السياره ومات فيها كل شيء المهم هذا هي هذا هي التقرير الاولاني التقرير الاول اللي خرج قال لك 77 ماتوا بزاف ماتوا شي 200 وصف المهم كاع اللي كانوا على الطائره علامات الطائره قال لك ماتوا كانوا عساكر قال لك جزائريين كوبيين وانفصاليين كانت غاديه هاد الطياره اسيدي نحو تندوف يلا وتخيلوا معايا هادشي ما تيقولوش بيان سور ولكن كاين الفيديوهات سمه النيراني هذه هي كانت اولى الصور القادمه من منطقه ابن مراد 257 قتيل في ولايه البليده في الجزائر بعد سقوط طائره عسكريه تابعه للجيش في حقل زراعي بعد اقلاعها من قاعده بوفريك الجويه حيث كانت متوجهه الى مدينه بشار ثم تندو في الجنوب عدد الضحايا بلغ نحو 257 قتيلا كما أعلنت جبهة البوليزاريو مقتل 30 من المرضى الصحراويين ومرافقيهم بعد فترة علاج في المستشفيات الجزائرية في حدود الساعة 8 سقطت طائرة نقل عسكرية من نوع اليوشين كانت متوجهة وكما تشوفوا راه فرانس 24 من القاعدة الجوية بوفريك نحو تندوف حيث سقطت مباشرة بعد إقلاعها في حقل زراعي خالي من السكان بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الحادث قوات الجيش مدعومة بالحماية المدنية والإسعاف سارعوا إلى مكان تحطم الطائرة حيث أخمدت النيران وتم نقل الجثث إلى المستشفى معظمهم من عسكريي الجيش وأفراد عائلاتهم حادث تحطم الطائرة خلق حالة من الحزن في الشارع الجزائري حيث أعلنت الحكومة الحداد الوطني على أرواح الضحايا 3 أيام الطيارة كانت خارجة من لابا شعلت فيها النار والبيلوت هذاك إيفيتا الديار جابها لهنايا المزرعة نار شعلة رحنا للمكان الحادث لقينا ناس مقطعين الطائرة التي سقطت من طراز اليوشين AL-76 وهي سوفيتية الصنع ثم روسية حيث يعتبر الحادث الأسوأ من نوعه في البلاد ورابع حادث طيران مأساوي من حيث عدد الضحايا في العالم في السنوات العشرين الماضية تنعود رجعوا للشقوفة ديال روسيا اللي تتشري قدام وزمن الاتحاد السوفيتي وانتم باقيين خدامين بهم وانتم تتشوفوا النتائج هما وهذا السؤال هادو اللي غاديين من ديك البلاصه في الجزائر لتندوف بطائره وفيها مدنيين ديال قال لك فيها عساكر قال لك فيها شي وحدين من كوبا شي وحدين من هذا المهم عساكر غادي لتندوف اش كانوا ناويين يديروا هادو المهم هادشي ما تخباش هادشي معروف انهم غاديين يديروا المشاكل حيت ما طبيعتهم هكاك دايره اختي تيمتا انا باش كتعجبني تتكمك ليا على الخبر الجزائر النيف والنفس الحاره ما تسمعش منها تتشكى وتقول ديما ساده عليها ومحوطه وليداتها ومدوره عليهم القرياج وضاربه الطم ومحصنه ومثبته عمرها ما تخرج تبكي ولا تخنن ولا تعاودنا على الازمات ديالها ولا تاع الاحزان ديالها شو دابا قلنا البارح طياره على قدها طاحت هضرت عليها البارح وقلت البارح 176 واحد اليوم صبحت 200 والصرف الضحايا ديال هذيك الطياره وضربات الطم انا البارح قلت ربما ما هضراتش الجزائر على ديك الطياره ما بغاتش تسرع
انسان ثقيل ومرزنه ودايه وجايبه وعندها خبره. قلت غادي تجلس تحسب اش ليها واش اللي عليها وشحال مشى وشحال باقي. عدت اليوم صبحت 200 والصرف ومازال صامده ومازال وتقول الخبرات كنسمعوهم عام الاعلام الاوروبي. اه تقدو نتوما على بحال هكا بنادم هو اللي يكون حجره ثقيله. نسيت ما قلت لكمش كانوا جايين يرميو علينا الوريضات. ايه من الحداده ديال تيندوف كانوا جايين يرميو علينا الوريضات هكا وريضات حمام مرين وزويونين بمناسبه عيد ميلاد زين السميه. صحتك ويك ديال الاختي تيم تبون يفرض عقوبات على نعاودو نرجعو فقط واحد الفيديو خفيف على التكوميكا ديال وما مفاهمينش عطاف الوزير الخارجيه ديالهم تيقول حاجه فالبلاصه تينوضوا الاخرين لا ما احنا ما قلناش هذا الشيء وتيقول تيقول شي هضره بشعر وزير الخارجيه يعني باسم رئيس الجمهوريه لا ما قلناش انا ما لا اسرائيل. A few moments later كذبت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات قالت إن لا أساس لها من الصحة نسبت للرئيس تبون يكون قد أدلى بها وزير الخارجية باسم الرئيس الجزائري خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة فإن تصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973 تخبط التاريخي من نظام لوزن لهيبة لمواقف من القوى الضاربة في الاعتدار والانبطاح والتراجع والانسحاب الآن لانه تعرفوا في الساعات الاخيره عين وتاكدت عين اللي كنت تكلمت لكم عليه سابقا ماركو روبيو اللي هو بطبيعه الحال الانسان اللي طلب بفرض عقوبات على النظام الجزائري سنه 2022 تاكدت عينه على وزاره الخارجيه مع دونالد ترامب يبقى فقط الترسيم تاع هذا قبل يعني وصول ترامب الى الرئاسه في 20 جانفي واداء القسم. النظام الجزائري في حاله من التخبط بسبب القضيه هذه ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه بسبب طبيعة النظام الجزائري اللي عنده دبلوماسية تسير برأسين وبعدة رؤوس من جهة تبون ومن ورائه من جهة ذو الحثالة الدبلوماسية عمار بن جامع وأحمد عطاف اللي يتضح بأنهم يسيرون على أهوائهم. يعني البلد هذا صار إسطبل كبير وإلا كيف تفسر أنه منذ ساعات كانت الجزائر في خطاب من تبون تلاهد أحمد عطاف تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر وكدتها جريدة واحدة تكلمت عن الموضوع يخرج لك النظام الجزائري تكذيب وهذا غير صحيح ولم نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لا وما يقدم خوفا بطبيعة الحال من التحولات اللي قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن أنه هذه الترهات والتصريحات الرعناء هذه راح تكون عندها تبعات خطيرة مثل ما منذ أشهر تبون خرج وقال لك نطالب مصر بفتح الحدود ثم تراجع على ذلك ولاو يقول لك تحريف تاع تصريح تبون وما قالكش ندخلوا لغزه وما قالكش حابين نحرروا غزه ورغم انه الكلام هذا صوت وصوره نفس الشيء مع الخطاب الاخير هكاك دايرين العالم الاخر ضد الرؤيه وصرنا اكبر اضحوكه ومسخره فوق وجه الكره الارضيه هذه التراجعات الانسحابات يعني تعطي صوره كارثيه جدا للبلد هذا ناس عاجزين على تسير كشك فما بالك انه يسيروا بلاد ودوله ولو انه الدوله هذه الدوله الجزائريه التي اسست في صاله سينما يعني سنه 1962 واحد الشيء اللي عطا الله هكا دايرين ما قدتيش يسيروا حتى حاجه تيسيروا من هنا ومن هنا اللي تلاقاو معاه هي هذيك وحتى حاجه ما تيتلاقاو معاه هي هذيك وانتم غادي تشوفوا اضحوكات العالم اللي هو العالم الاخر كوميكا فرونس فات كتحطات هاد اللقيطه هادي وما قالت عليها والو والله اعلم لمن تتمني قال لك سيدي فرونس 24 حطات هاد التصويره هادي بدون اي تعليق الفهم يفهم شنو زعما شنو غيكون السبب مثلا دوم جوج حوايج يا كيدقوا على باب العالم الاخر باش يجيو يهزو باكطاج ديالهم من فرنسا يبغوا يقولوا بان اقدم واحد في التاريخ القهوه في المغرب الجمجمه كانت في المغرب هذا هو
نهاركم مبروك. نهاركم مبروك الأخت تيتيم. الجزائر. أنا واحد فلسطيني. شعب فلسطيني قال لك بدأ يعرف حقيقة الشعب والدولة الجزائرية الشعارات لفلسطين والغاز والدعم للصهاينة. عندما قال لك يريد الله عز وجل فضح المنافقين. نشرت وكالة مهم مفادها أن الخيرية رفض استقبال قادة حركة ظالمة ومظلومة مع فلسطين. يا سلام يا الشعار هذا اللي فاري قلبي فاري. ظالمة ومظلومة مش راضيين يستقبلوا تعاون حماس اللي طردتهم قطر. قطر سكرت مكتب حماس